ونعود مجددا إلى رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني عبد الرحيم منار السليمي، وعن استقالة رئيس أكبر هيئة داعمة للبوليزاريو في البرلمان الأوروبي، نتابع ما يلي. أولا، نحن أمام رئيس لهيئة تأسست في سياق سياسي معين لدعم ميليشيات البوليزاريو. هذا الرئيس يقدم استقالته اليوم احتجاجا على ما قام به البوليزاريو لما انتهك وقف إطلاق النار. أولا، رئيس مجموعة يتهم البوليزاريو بمسؤولية وقف إطلاق النار، يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة جيدا. ثانيا، أن هذا الاتهام الذي نتجت عنه استقالة من طرف هذا الرئيس الذي يتهم البوليزاريو ويستقيل، يتبين من خلال عملية الاستقالة لرئيس هذه المجموعة أنه لا أحد اليوم يقبل بهذه العربدة التي قام بها البوليزاريو ضد الأمم المتحدة وضد الالتزامات ديال الأمم المتحدة، ليست فقط الدول ولكن حتى الهيئات، هذه الهيئات لم تقبل بهذا. مسألة رابعة، أن البوليزاريو بات خارج المسلسل السياسي ولم يعد طرفا فيه،